وناخذ انس. انس الو، صباح الخير اختي. صباح النور. ديالك صباحك مبروك. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا، كي درتي؟ الله توحشناك. احنا توحشناك غايه الوحج. غايه الوحوش. انا وحش فيهم. انا ديناصور. لا الوحوش داك الزوين. هذاك وكاين شي واحد زوين بيني وبينك. الواحد ديال البشر، باني البشر هو اللي زوين. هذاك هو اللي معنى اللي ماشي هو. هذاك هو اللي خايب. هو اللي صعيب. تحية لك أنس. تحية بارك الله، وتحية لك والمستمعات كلهم والطاقم. أهلا ومرحبا. بارك الله فيك. جمعي كل شيء وقولي لاباس. الحمد لله، نقول لاباس. الحمد لله. سافا بوغ إيفيتي لو بوركوا. ها يا سلام، يا سلام على الحكمة. لا لا بديتي مجهدة. مرحبا لالا أنس، تفضلي شنو اقتراحك الصباح؟ عندي حلوى بكاوكاو وشكلاط. حلوى ديال كاوكاو وشكلاط. إيه. نحتاجوا المقادير 500 غرام ديال الكاوكاو محمر مقشر ومطحون. نعم. 250 غرام ديال سنيدة. إيه. شويه ديال، إذا كان ما زهر سائل غنديرو نص كاس صغير، ما كانش غنديرو جوج ساشيات. ساشيات. جوج بياض البيض. جوج بياض البيض. وزنجلان الزين. 100 غرام زنجلان. نعم. والزين كنحتاجو الشوكولات أسود. نعم. ألوغ في واحد الإناء الطريقة كنخلطو الكاوكاو مطحون مع السكر سنيدة وما زهر ولا ساشي الزهر اللي كان، ونخلطو تتنسجم، يعني تنسجم المواد المكونات كلها مزيان. من بعد كنحاولو نسرحوها بواحد المدلكة، إما بين جوج ورقة براق سوفيغيزي، إما فوق سميتو، المهم كنسرحوها كتكون معلكة كتشد. نعم. من بعد كنقطعوها بشي مرشم يكون دائري مشنف، ولا بشي مرشم يكون هكا دائري. كنشدو ديك القطع اللي حنا قطعنا دوائر، كنغطوها في بياض البيض. نعم. ومن بعد نفندوها في الزنجلان. نحطوها في الطاوة تكون مفرشين لها بابي سيفيغيزي. ونحاولوا نديروا حفيرة في الوسط. نديروا حفيرة في الوسط. كتكون من كنقطعوها بداك المرسوم كتكون شوية، ماشي رقيقة، كتكون غريبة شوية، ماشي رقيقة بزاف. كنجيبوا ديك الحفيرة في الوسط وكندخلوها طيب في عافية عادية، كنطيب طيب. تمام. بعد ملي كطيب كنخرجوها، كنكونوا ذوبنا الشوكولات أسود على طريقة حمام مريم. وكنديروا في ديك الحفيرة كنديروا شوية من داك نزينيوها بداك الشوكولات. نعم. كتجي شكلها مفنده في الزنجلان وفيها ديك الزنجلان وديك الحفيره بالشكلاط. اييه الشكلاط كتجي ملونه. نعم. ومع مذاق الكاوكاو. يا سلام. ومعين الكاو حنا كنعرفوا بان اي حاجه يعني معين الكاو يعني وهذا تكون محببه. اييه ماشي كتجي مقصه وعامره بزاف، خصوصا في الحلويات. ايوه بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. لاختك انس تبارك الله عليك، وشكرا لك على مشاركتك معنا.